أنا راح أرموش. لا خليك أنت أقعد وارتاح، أفتح لي هاي. رايحة رد. شوفي هاي شو حلوة. إيه كتير حلوة. ألو، ليش عم تدق على رقم البيت؟ ها؟ اسمع، كلنا قاعدين جنبي هلأ. طيب سكر وبرجع بحكي معك بعدين. وبس بدك تحكي معي بشغلة دق لي على الموبايل مو على الأرضي. سكر هلأ. شو رأيك بهدوك الاثنين؟ المساء عم نستنى أورمي. ايه تعي شوفي بعيونك. يعني مستحيل انك انت قدر لاقي مثل هالبنت. اكيد عم نستناكي كمان. ماشي. مين كان على التليفون؟ هاي جارتنا دقت مشان تسلم علينا. ايه وبدها تيجي تشوفها لأورمي. طيب ليش ما بتعزميها لعنا على البيت؟ ايه قلت لها تجي وبتكون أورمي. رجعت كمان. ماشي. ماما وين الدفتر اللي كنت اكتب عليه؟ عم دور عليه وما عم لاقيه. ايه انا بتخيل انه ضبته. اسأليها. سألتها وقالت لي ما شافته. بعدين انا دورت بكل مكان ماما. أرمي بنتي. نعم. ليش ما بتعدي معي وبتحكي شوي؟ انتي رح تروحي اليوم المساء ومن بعدها بدي اقعد لحالي ورح أزعل إذا ما لقيت وقت لأحكي معك. بعد ما تروحي أنتي هالبيت رح يخسر أحلى بنت فيه. ما بدي اتعود أني أعيش بدونك. أنا ما بقدر أعيش هيك. ماما أنا رح ضل إجي لهون. أنا بعرف إنه كتير صعبة. أكيد صعبة، لكن